حنا دابا وصلنا لهاد الطريق البلاصه هادي غندخلوا ليها هاي سميت ادم سبيك غادي ندخلوا نشوفوا اللعيبات هنا كيفاش دايرين ضربه شوره ان شاء الله خليكم معنا نبارطاجيو معكم اليوم شي لعيبات عرام غير الجو واعر بالله ما كاين لا برد لا والو بزاف غير تكبطنا شويه نقدر يكون الصاد لابس تحت واحد السليب صناطي نقدر نحيد هذا اللي جاني الصاد المهم اخوتي انتم كتشوفوا فين غادي في الطبيعه طبيعة هذا هو اللي كاين هذو اللعيبات رول شادين الطريق دابا نطلع الفوق هناك قريب الهوم ستاي فين ساكنين البلاصة اللي ساكنين فيها دابا هي قريبة كنزل نقدر نزل على رجليك نزل للطونوبيل يلا خوتي شوف الطبيعة شوف الطبيعة هذا راه اتاي كتشوفوا في اتاي هنايا ها هو هانتوما الفوق تاني الفوق شنو كاين امازون اخوتي ام اخوتي حنا مازال شادين الطريق كما كتشوفوا مازال غاديين الطريق هي تا هي حنا مازال اخوتي شادين الطريق شوف في طالع الفوق شو يا سلام صراحه علوها اخي علوها الله يلا الطبيعه بالله الصباح الخمسة الصباح خمسة ونص شادين الطريق خليكم معنا اخوتي ها يلا ابري راسه بلوكي تاغالوكيا تاغالوك تاغالوك كما كتشوفوا اخوتي هنايا حنا طالعين في الجبل دابا ودابا شفنا سميتو كيصليو هنايا دوك الهندوس كيصليو هنايا كيديروا بحال اللي عندهم الصاله ديال الجار ولا ما عرفتش المهم الصباح بكري انتم كتشوفوا طالقين ديك المزيكا ديالهم ديال سميتو كيصليو لهيه عندهم بحال الدار بحال هكا دايره فهمت دايرين فيها الاله ديالهم وداك الشيء مصاوبينو هنا الاله عندهم الاله كيتباع هنا بالفلوس يعني كتشري اله صغير اله كبير والله الحمد لله دخلت الاسلام اخوتي المهم داك الشيء صراحه في شكل هنايا ولكن خصك تحترم اي ديانه اي حاجه خصك تحترم راه هو كاين اللي كيصليو ليه ده كاين هنا الديور داخل خوتي باقي مازال بعاد شوف شوف خصنا نطلعوا الفوق القمه ها هو عبدول عبدول يلا وين ايو يلا يلا ليتس جو انتم اخوتي لا اند غنطلعوا القمه ان شاء الله باش تشوفوا لي فيو من تما قال لك كاينه لي فيو غنشوفوا نقدروا نشوفوا التران تا هو داك اللي ركبنا فيه البارح انا طحت مشيت يا عمي ما كاينش الحدود انا شوف الجبال والعالي هاي الجبال بالله شوفوا اختي هنا لتحت يلا اخوتي حنا غادي نشوفوا وين غادي نمشيو الطريق كيفاش دايره هنايا خطيره هانتوما كتشوفوا اخوتي خليكم معنا
الجبل وصلنا ليها. اللعيبات ما عرفتش شنو هما هنايا في بارتي عندهم هي ما نعرف هما الالهات ديالهم. واحد الثاني ها هو ها انتم اخوتي طبيعه يا سلام سريلانكا على القمة من الأدغال فوق شي حاجة واعرة خوتي. وانا بارطاجو معكم هاد لي فيو هادي باش تشوفوا كيفاش البلان كيفاش داير في سريلانكا. وتعرف البلان زوين هنايا اللي بغى يجي يسافر لسريلانكا صراحة اللي يقدر يجي سريلانكا يقدر يسافر يترك المزيانة طلع شي بلايص واعرين شي بزاف الحوايج فيها ولكن ما نقدروش نديرو أي لعيبة ونمشيو لأي بلاصة حيت ما عندناش بزاف الوقت 12 يوم ومصاريف خاصك وهادي فهمتي هذا هو اللي كاين خوتي خليكم معنا. المهم اخواتي حنا دابا غادي راجعين في حالتنا كما كتشوفوا فين غادي نهبطين. هاد الطريق خايبه اللي نازلين فيها دابا صراحه شوف كيفاش نازلين فيها هاد المراجي توريس هاد الكلاب هادو معانا ها هما يا سلام. واخا نمشيو نفطرو دابا ما فطرناش غادي نهبطو للوسطير راه كاينه لهيه لتحت غنهبطو لتحت ونمشيو نفطرو وديك الساعه غادي نمشيو لواحد البلاصه الجسر معروف هنايا في سريلانكا وجالي شحال ديال الفلوغر بزاف الناس وهادي توريس كيجيو يتصوروا فيه لذلك غنجيو نمشيو ليه دابا من بعد الفطور ان شاء الله. مشوا خوتي عبدول قال لك هنايا في الليل كتكون تجي في الليل هنا ضرب دويره قال لك كتكون عامره حنوشه الحنوشه غادي بحال هكا قال لك كيخرجوا معاه هنا كاين اتاي وداكشي عايشين الحنوشه هنا ولكن الحنوشه ماشي كاينين شي حنوشه ماشي خطر كاين دوك خضرين ديال الاعشاب وداكشي كبار خضرين وكاينين حنوشه. وي هاف دينجر سنيك هير يا هير ذيس بليس يا ذيس بليس نايس كامين اوت نايس mostly is a dangerous snake coming out nightly. Nice. Yeah. And what is the snake, the green one that you tell me? It's no, not the dangerous. Green one is not dangerous. The, they have us like spotted the wipers. Oh, okay. So they are the quite dangerous. They living inside this tea. Yeah, huh? Inside the bushes, like under the stones. كما شو خوتي عبدول قال لك هنا حنوشه كاينين عايشين هنا بزاف كتخرج تخرج في الليل تضرب دويره غتلقى الحنوشه هنا خارجين لذلك شي حاجه خطيره هنا ياق بنادم حدا راسو بالليل بنهار ما كاينش مشكل قال لك ما كتخرجش يخرجوش حنوشه كيمشيو يضيعوا. المهم تيكون مبيض دابا الحنوشه كيكونوا مبيضين. سريلانكا معروفه بالحنوشه حتى هي خطر عندهم حنوشه هنا كبار. ان سريلانكا وي هاف وان بيج سنيك بيج اه يا لايك 6 متر لايك ذيس يس بايثونز يا يا تو ماتش ماي جاد مان كيما سمعتوا اخوتي عندهم حنوشه هنا 6 متر 7 متر حنا شقداش نو عندهم هنايا موجودين في سريلانكا والله العظيم الا اش كنت تفرجت شي التلفازه هنا شي عندهم هنايا مباشره واقعيين. يلا اخوتي خليكم معنا نمشيو للهوم ستاي نتلاقاو تما بعد نكملوا الفلوغ ديالنا.
Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.